قضية كورونا، نرجع إلى ما قبل سنة، ترى بيّنت هذا الأمر، يعني وضحت لنا الفارق بين التدين الأصيل وبين التدين الدخيل اللي عبرنا عليه بالتدين الشعبي. أجيب لكم مثال، مراجعنا هم صمام الأمان للتدين الأصيل. لما حصلت جائحة كورونا كل المراجع بلا خلاف أوصوا بل أوجبوا على المؤمنين الأخذ بتوصيات الأطباء والعمل بالاحترازات الطبية، صحيح أو لا؟ في أحد خالف؟ لا، ما في خالف. هذا التدين الأصيل. لكن عندنا تدين آخر، الكورونا ما تطب المجالس، والكورونا ما تدخل المساجد، والكورونا ما تدخل المقامات. لذلك شفنا هؤلاء اعترضوا على إغلاق المقام، على إغلاق المقامات، على تطهير المقامات، رغم أن كلمات المراجع واضحة. أحد المراجع عنده كلمة عجيبة، قال نحن في هذه المسألة مقلدون للأطباء. ماذا يقول الطبيب؟ نحن نطبق. احنا رأينا العجب السنة الماضية ذاك في طريق المشاية، ذب الكمامة وتعنى للحسين باسم الدين، طبعا هذا باسم الولاء. ولما سكتنا عن هذا طلع لنا اليوم، لا بعد جاوزت قضية، من يلبس الكمامة بحضرة الحسين منافق. بعد صرنا كلنا منافقين. هذا التدين الشعبي، هو هذا، هو هذا، مش شيء آخر. شوف الفارق، ذاك يأمرك بأن تأخذ بكلام الأطباء، هذا يأمرك لا، بأن تضرب بالطب وبالأطباء وبالعلم عرض الجدار. زين، الشاب الذي قد يخدع بمثل هذا ويظن أنه الدين الأصيل، بمثل هذا ويظن أنه الدين الأصيل، لما يسمع هذا الكلام وتكون عنده ثقافة طبية يقول إذا الدين لا يؤمن بالطب مع السلامة. هنا ضرورة التمييز، تمييز بين الأصيل وبين الدخيل، وهذه قضايا من سنوات ننبه عليها. نفس هذا المتكلم قبل كم سنة قلنا أن مثل هذا الخطاب يؤدي للإلحاد، عندي مقطع ممكن 4-5 سنوات، شنو تشكليتا تشافي وتداوي قبيلة كاملة. شوف لما سكت عن هذه الأمور التي تؤدي كما قلت وأصر على ذلك للإلحاد، شوف اليوم خلى الشيعة زوار الحسين أحباء أبي عبد الله الحسين منافقين، فقط لأنهم يعملون بكلام الأطباء وبفتاوى المراجع يلبسون الكمامات. وظواهر كثيرة ترى،